هذا مشروع لا يمكن أن يفرط فيه أصلاً. أنا والله أغادر هذه الجامعة وأنا سليم الصدر تجاه أي شخص في هذه الجامعة، ولا أجد حرجاً في الاعتذار لأي شخص. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مغادرة البروف كمال محمد العبيد أغرب الأفارقة كلهم، فالرجل جاهد في الأفارقة وبذل مجهود كل شخص يعرفه. رجل مكث فينا وترعرعنا في أيديه، فكان معنا منذ 1982 وهالا 2020. تعرفون كلكم كان وزيرا فيكم، ويوم توليه الوزارة لم يتركنا في الداخليات، مكثنا معه وهو وزيرا، وترك بيوت الوزراء وزال معنا. صحيح كلام ما يقوله بأنه كسر في حق أهاليه، نشهد بذلك. فداك يا كمال، فداك يا كمال، فداك الله. ليس أنك عندك 40,000 أولاد وبنات، بل نقول عندك 40,000 من الأسر. فنحن في إفريقيا نتشرف بمجهود قمت بها بالنسبة لنا. لا تحدثنا باللغة العربية قبل مجيئنا فيكم، وعند خروجنا فيكم قمنا بدعوة في بلادنا. أريكم ما يمثل بلاد الإفريقية حتى تتعرفوا على ما كنا فيه. والله الحمد لله عز البروف وقام بمشروع إنشاء جامعة إفريقية. تابعوا معي. والنازعات عارك والناشطات النشط، فسابحات سبح فسابقات سبك، فالمدابرات أمر يوم ترجف راجفت، تتباعها رادفت قلوب يومئذ واجفت، أبصارها خاشعت يقولون إن رمدنا في الحافرة، أإذا كنا عظما ناحرت، قالوا تلك إذا كرت حاسرت، فإنما هي زاجرة واحدة فإذا هم بساعرة. هل أتاك حديث المعوص إذ ندعو رب المقدس تهوى، اذهبوا إلى فرعون إنه طاغى، فقولي هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخش، فأراه لهذا الكبر فكذب وعاد ثم أدبر يسعى، فحشر فالنار فقال أن ربكم الأعلى، فأحبه الله نقال أحد والأولى، إن في ذلك لعبد لمن يخشى أنتم أشهد حلق أن السماء بانها، رفع سمكها فسوها وأعطش ليلها أحرج روحها، والأرض بعد ذلك داحها أحرج منها ماءها ومرعها.
الجبال أرسها ماذا علىكم والأنعامكم فإذا جاءت ضمة القبور يوم تذكر الإنسان مسعى وبرزت الجحيم النار أما من تواه أثري يا الدنيا فإن الجنة هي المأوى يسألنك عن السياة يا نمرسها فيما أنت مذكرها إلى ربك منتهى إنما أنت مذير من يحشها أنهم يوم يرون لم يلبس إلى عشية قد رأيتم هذا من أولادنا وهكذا يمتك باللغة القرآن وهو يقرأ سورة من سور القرآن فكمال العبيد أحد الناس يستحق الاحترام من عندنا نحن الأفارقة ونقول للعرب علينا نحن الأفارقة احترام جدا بما قاموا به لتعليمنا القرآن فاحترامنا للعرب يعود إلى إخواتنا السودانيين والبروف أحق بالإحترام من غيره حق مغادرة جامع فلا ندري كيف تكون أهوالنا في بلاد غير العربية عندنا الأفارقة لأننا كنا نتشرف بجامعة أفريقية وتشرفنا بالرجل الذي مكث فينا وترعرعنا على أيديه فلا ندري بعده كيف تكون جامعة أفريقية فداك يا كمال ثم فداك الله يا كمال نقول انتقالك من جامعة أفريقية مضطرا عبارة عن هبوط العلم عند معظم المسلمين في بلاد الأفارقة لولا جامعة إفريقية العالمية التي أسست عند السودانيين بمجهود السودانيين والكمال فيهم لعل ما تعلم أولاد المسلمين في بلاد الأفريقية يوفق الله الإنسان لخدمة اللغة العربية والاهتمام بها ورعايتها ذلك عمل ينبغي أن يحافظ الإنسان عليه وأن يستمر في القيام بهذه المهمة لأن تعلم اللغة العربية مدخل ميسر لمعرفة القرآن الكريم كتاب الله عز وجل وأحكام الدين التي جاءت في الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أي عمل يتلبس فيه الإنسان باللغة العربية في خدمتها في تعلمها في تدريسها في تطويرها في السفر من أجلها ذلك عمل مبارك ولذلك تعاضدت كل القوى المؤسسة لجامعة أفريقيا العالمية دولا ومنظمات ومن الخيرين ومن الأساتذة والعاملين والطلاب والخريجين لخدمة هذه اللغة العربية فرسالتكم يا كمال وصلت ومفهومة فإن شاء الله تعالى احتراما لك ينبغي أن نقيم مؤسسة باسم كمال محمد عبيد السوداني نقول يا كمال فداك الله ثم فداك الله فسلام عليك يا كمال يوم ولدت ويوم تموت ويوم تبعث حيا ان شاء الله
سنتهز يوم انتقالك من جامعة إفريقية. نتخذ هذا اليوم بنفس التاريخ يوم نكون نتبادل فيه الأفكار كيف نقيم مثل المشروع التي قمت به المعروف بجامعة إفريقية. إنها رسالة أنشروها حتى تصل إلى حكام العرب. إنها رسالة أنشروها حتى تبلغ البرهان. نقول يا كمال نحن أبناؤك ثم نحن أبناؤك وسوف نقوم بمشروع مثل ما قمت به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فداك يا كمال. يتعلق بطرف خارجي، أنا لن أكسر هيبة الدولة السودانية بأن تتخذ قرارا في أمر ثم تتراجع عنه. أنا في هذه الجامعة سنة 82 قصرت في حق أسرتي لأقدم لهذه الجامعة ما تستحقه. أنا عندي 5 أولاد وبنتين، لكن الآن عندي 40,000 ولد وبنت في أفريقيا. والله أعتز بهم كما أعتز بأبنائي، وأجد من احترامهم وأدبهم أكثر مما أجد من أبنائي في البيت. هذا مشروع لا يمكن أن يفرط فيه أصلاً. أنا والله أغادر هذه الجامعة وأنا سليم الصدر تجاه أي شخص في هذه الجامعة، ولا أجد حرجاً في الاعتذار لأي شخص.